هذا الرجل يعني الحارث بن كردم جعل الله في نسله بركة، إن أكثر نسله إناث، فمن نسله ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بركتها عليه مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها نقلت كثيرا من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، إنها من أمهات المؤمنين. هذه واحدة. الثانية أختها أم العباس، أم عبد الله بن عباس زوجة العباس والفضل، وكان لها أيضا أثر في نشر السنة، نقلت سنن كثيرة، ومنها أنها في يوم عرفة في حجة الوداع تمارى بعض الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فأرسلت إليه قدحا من لبن فشرب، فعلم الناس أنه لم يكن صائما، يتقوى على بالفطر على العبادة والوقوف. ومنها أنها زارت أهلها بشرف، فصادفت أختا لها، زارت أختا أخرى لها في هذا الوادي، وادي حنيفة، ولما رجعت أهدى لها أهلها مجموعة من الضبان، وأخذتها هناك، وصادفت زيارة ميمونة لأهلها فأعطيت من الأضب وقدمت بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، لم يأكل، قيل له أحرام منه، قال لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافي. ومن أخواتها والدة جعفر الطيار رضي الله عنه، أخوان رضي الله عنه، فهي من أخواتها من بنات الحارث. ومنهن كذلك أم خالد بن الوليد، ولذا اجتمع جعفر الطيار وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس ورجل آخر نسيت اسمه أمه أيضا، أربعة اللي أكلوا الأضب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء الخالة بمناسبة قدوم أم المؤمنين ميمونة من زيارة أهلها، جاءت بالأضب تحفة من أهلها، فاجتمعوا لأنهم أبناء خالة عنده. فانظروا كيف، واحدة جاءت عبد الله بن عباس، واحدة جاءت بجعفر بن أبي طالب، واحدة أم المؤمنين، ها وأم خالد الوليد سيف من سيوف الله، هؤلاء بنات هذا الرجل، هن أخوات، بعضهن من الشقيقات، وبعضهن من الأب، وبعضهن من الأم، لكن هذا البيت مبارك.